انا فين؟ انتوا مين؟ يا ابني شيل الغمامه اللي على عينيك دي، انت غبي، احنا مش مكتفينك. برجر، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. تعرفت اسمي منين؟ شوف يا احمد، احنا نعرف عنك وعن بطنك حاجات انت نفسك ما تعرفهاش، فياريت بقى تتكلم على طول وتريحنا وتتعاون معانا. انا مستعد اساعد حضرتك باي حاجه حبيبنا. زود لك كاتشب، اسيح لك جبنه مسترد عليك، انت ايه رايك؟ ايه ده انت لذيذ قوي ودمك خفيف وبتهزر والله كان نفسي اعمل لك كفك كده ونبقى اصحاب، لكن الايد قصيره. انت يا حبيبي متهم بالاكل اكتر من مره بعد نص الليل، وشويه تهم تانيه توديك ورا الشمس. كل كلامك ده كذب، انا مظلوم، دي اكيد وجبه متلفقه لي. انت المنيوهات كلها ضد، قصدي المستندات كلها ضدك. كبدة. وبعدين بقى، وبعدين بس ولد، انا قلت مفيش سندوتش يعيط، صح؟ انا هنا عشان اجيب لك حق، بس بقى نسكت خالص. مش بتشبه على الاخ؟ معرفوش. انت طبعا عارف ان المكالمات اللي انت بتعملها مع المطاعم بتبقى كلها متسجله. ليه؟ لضمان مستوى الخدمه. الله عليك، برافو، حافظ اهو. الساعه 2 بالليل يوم الثلاث اللي فات احنا سجلنا المكالمه دي. كبده شغل. الو، معاك كريب علاء؟ ايوه كريب علاء مع حضرتك يا فندم. انا عايز اعمل اوردر 2 برجر وواحد كريب بطاطس. رخيص قوي. انا فعلا طلبت الاكل ده، بس الحماتي انا ما اكلتش اليوم ده، كانت بايته وهي اللي بتحب تطلب بالليل. كمل يا كده. واحد بطاطس بس. لا استنى، ده طلب حماتي. انا بقى عايز 3 كريب تشيكن كرانشي وزود لي الكرانشي. ذوقه بشع. انا اصلا اليوم ده كنت شغال على الميزانيه بتاعت الشغل، فكنت محتاج حاجه عشان اطبق لحد الصبح. انا مستحيل، انا مش من النوع اللي بياكل وينام. يا ريت بقى الحاجات دي بقى بسرعه عشان انا هاكل وانام. دي كلمه كده عشان الاوردر يجي بسرعه، حتى انا ما زودتش على دول. هنشوف. اتفضل انت يا كبده وندهلي عبده. عبده، السلام عليكم. عبده، انت تعرف الولد ده؟ ده الاستاذ احمد اللي بيطلب الاوردر كل يوم بعد الساعه 2 بالليل. انت مالك فرحان كده ليه؟ انا كنت بطلب اكل عادي. عبد الظاهر ده انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني، احنا ما نعرفش بعد عبد الظاهر، انسى خالص. بس بقى ما تصغرنيش قدام الناس بقى، يرضيك يقولوا ما اعرفش الزباين بتاعتك ولا ايه. انت ساكن في الدور الثالث، الشقه 3، وبتدفع 3 جنيه تيبس، وبتلبس روب ازرق داكن، ورقم تليفونك 010641. بس خلاص يا عبدو، عرفنا ان انت حافظ، برافو عليك، اتكل على الله. السلام عليكم. اظن كده خلاص. الكلام بتاع عبده ده بيأكد ان الجريمه مكتمله الاركان وبتتكرر كل يوم. يا برجر بيه، انا سجل نظيف، انا اكيد مش هلطخه بشويه مستورده. انت عشان برجر باظظ الموضوع بشكل مختلف. عشان برجر فباظظ. فين كبده حبيبي يجي يعيط على الافيه ده؟ انت هتفضل طول عمرك زي القطط تاكل وتقلش. يا احمد، انت يوم 11 يوليو عملت جريمه اكل جماعي، قضيت فيها على 70% من سندوتشات الدقي، يعني مفيش فايده فيك. انا مضطر احولك على قسم الحموضه. لا حموضه، لا حموضه، لا يا باشا حموضه، اعتبر دي اخر اكله هاكلها. انت اللي عضيت اللقمه اللي اتمدت لك. وفين؟ في بيتك. وعلى ايه؟ على سريرك. وامتى؟ قبل ما تنام. وليه؟ لما مش تفاهه، هي بتبقى 3 وبتخلص. ماشي. ليها طريقه معينه. مفيش غير الحموضه هي اللي هتربيك. خدوه على الحموضه. حموضه لا، حموضه لا يا مستر برجر. افتكر قايل ايه؟ افتكر لي حاجه حلوه معاك يا مستر. اوعى اوعى عبده، اوعى سيبنا نبعد. حموضه لا، حموضه لا. علشان انا برجر فببقى باظظ على القضيه. حموضه لا، حموضه لا. والله الولد لذيذ يعني، بيهزر حلو، هيوحشني. حمودة لا، ابعد يا حمودة، وحش ابنك، ابنك حمودة لا، الرايب فين؟ لا 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 لا، برجر تاني بالليل لا، الصبح بس لو نفسي عفتنا عليه، وبالليل خفيف خفيف بتزاد بس.